نقف هنا أمام إحدى رياض الأطفال. بعدما عطل الاحتلال الإسرائيلي العملية التعليمية، تحولت هذه الروضة إلى عيادة طبية لمداواة الجرحى. طبعا هذا المكان في ظل التدهور الصحي اللي صار عندنا في قطاع غزة وانهيار المنظومة الصحية، وبالذات خاصة في شمال قطاع غزة بعد قوات الاحتلال ما دمرت جميع المستشفيات والرعاية الأولية في جميع مناطق شمال قطاع غزة. تم تحويل هذا المكان من روضة إلى مركز صحي، وطبعا احنا فتحنا المكان بجميع ما نستطيع من عيادات متابعة للمرضى وطبعا وغيارات للإصابات. اليوم احنا بنسبة رسالتنا للشعب وللعالم، نحن مواصلين حتى آخر نفس إن شاء الله، حنقوم بواجبنا المهني حتى آخر نفس إن شاء الله، مش حنقصر 1% في أداء واجبنا الصحي إن شاء الله. بعد انهيار المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة وتدمير الاحتلال الإسرائيلي للمرافق والمستشفيات، نقاط طبية أعدت لمعالجة المرضى والجرحى في شمال قطاع غزة كبديل ومساند للمستشفيات في شمال القطاع. والله جاي اتحكم يا خالتي، راسي بضل يجعني، وكنتي وابني الصوب في الحرب، هدم الدار اللي جنبنا وراحت دار ابني. الحمد لله فتحوا عياده للناس تتعالج بعض الوضع اللي انت شايف، لا ضل حجر ولا ضل سجر ولا بدال من ادم، نسال الله يكون في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. احنا كالشجر جذورنا في الارض، كلما قشبر منا ازددنا قوة وثمر وظل، ونحن ظل الأمة الإسلامية والعربية، وسنظل ظل، وكل ما هدموا سنعمر، وإحنا ثابتين. ورغم ذلك هاي العمار، هاي العيادة بتفتح، نسأل الله أن يكون في ميزان حسناتهم. يلجأ المواطن في شمال قطاع غزة بعد تدهور المنظومة الصحية إلى النقاط الطبية، علها تداوي جراحه في ظل انهيار المنظومة الصحية في شمال غزة بفعل الاحتلال الإسرائيلي. محمود العوضية، شمال غزة، الميادين.